وعن أخبار الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.